والسلام عليكم الخوت. وكيف العاده في اول فيديو كنوريكم طريقه الدفع يعني عند او طلب تاشيره عند اجون ستافدو. سواء كتليشارجيو اجون ستافدو عبر لابليكاسيون ديال بلاي ستور الخوت، غتكتبوا اجون ستافدو غتطلع لكم لابليكاسيون ديالنا. سينو غتكتبوا في جوجل غتكتبوا اجون ستافدو، فوالا غيطلع لكم الموقع الاول ديالنا اللي طلب تاشيره في المغرب. غتدخلوا خصوصا الناس ديال طنجي بون، غديروا طلب تاشيره السياحه والزياره العائليه الخوت. الناس ديال طنجي، الناس اللي غادي يمشيو ياخذوا موعد في 22 افريل، الا كنتوا باغيين ملفات غادي ديروا دوسي ديروا توريست لزياره عائليه، كنتوا اول مره ولا ثاني مره كلشي راه مفتوح، ديروا اسبانيا ولا فيل طنجي وغتخليو لنا الطلب ديالكم، ديروا اونفاي. حتى الناس اللي عندهم ديجا فيزا ديال عام وبغاو مواعيد يديروا موعد، ولا يديروا موعد وملف وصيفطوا لنا الطلبات ديالهم ناخذ لهم المواعيد. وبقاو معنا الى اخر الفيديو باش تفهموا يعني الطريقه كيفاش غادي تدفعوا. وشكرا. السلام عليكم الاخوه الاخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناه مكتب موقع اجون ستافدو لاخذ الموعد وطلبات الفيزا. دائما في اطار نشر المعلومات البناء، نسال الله السلامه والعافيه ومغفره الذنوب ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان يرفع عنا الله هذا البلاء وهذا الوباء، وان تعود الحياه الى عادتها والميول المجريه. تحيه طيبه لجميع المتابعين والمتابعات الاوفياء، كيحبونا من القلب وكنحبوهم. بون الناس اللي كتبارطاجي معنا تحيه ليهم، وكنقول لكم شكرا بزاف. درنا لكم بعض لي فيديو حول الرحلات الاستثنائيه اللي كاينه في ايطاليا واللي كاينه في اسبانيا، هضرنا لكم على تسويه الوضعيه والريغولابور الريغو سوسيال، الفرق بيناتهم كان يعني اعجاب المتابعين، تحيه لكم وكنشكركم بزاف. هذه بالاحرى قناتكم اللي كتحدث على مواضيع الفيزو والهجره، هذا من جهه. من جهه اخرى كنضمن لكم مع اخوت واحد المسابقه اللي غتكون فيها ان شاء الله غانيون اللي انا نتوما غتربحوا وحنا غادي نربحوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني نتمنى يعني تعجبكم، مازال ما ندير لكمش تقديم عليها الى ان يعني راه يتم تنظيمها، غيكونوا فيها فائزين ان شاء الله الرحمن الرحيم بملف موعد. هذه يعني هذه المسابقه ما غتزيدنا الا باش نتقربوا منكم اكثر وتقربوا منا وتكون شي حاجه جديده زوينه في المغرب فيما يخص الفيزا والهجره. موضوعنا اليوم الاخوت وليس كالمواضيع الاخرى، موضوعنا اليوم موضوع مفرح ولله الحمد. يعني كما شفتوا الحمد لله يعني في لو سيت اوفيسيال ديال اسبانيا اللي اخذ المواعيد مروكن بيليس اسبان، جا واحد الكومينيكي ولا خرج واحد الكونسي ديال ان الناس اول طلب في طنجة، الناس اللي عندهم اول طلب في طنجة حتى هما يمكن لهم يدفعوا. من بعد كنا خدامين مع الناس اللي كان عندهم عام، الناس اللي تابعه لطنجة بطبيعة الحال، غادي نقول لكم المدن اللي تابعه لطنجة في اخر الفيديو، غادي نوريكم هذا الكومينيكي. انا بغيت ندير لكم تقديم على هذا الفيديو وبعد ذلك ندوزو يعني سكرين شوت باش تشوفوا معنا يعني لا 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 يعني المغزى من هذا الفيديو. اول طلب، الناس اللي عندهم اول طلب، الناس اللي عندهم فيزا، يعني كل شيء معني بالامر، يعني اي واحد تابع لطنجة ممكن يدفع، ولكن بشرط اللي كان عندهم دي رونديفو وما مشاولهمش، هذا هو الشرط. يعني كل شيء يمكن دابا يدفع في طنجة. طنجة كانت سباقة ولله الحمد يعني ما بين المدن الى يعني لفتح يعني مواعيد السياحة، او يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تريكوبيريو يعني السياحة يعني تدفعوا الطلبات ديالكم. الناس اللي بغيت نوضح لكم ان الناس اللي كان عندهم ديجا مواعيد، الناس اللي كان عندهم ديجا مواعيد مخلصة عندها الريسي ديالها، ماشي اللي باش تفهموا الخوت، اي واحد عنده شي ريسي ولكن ماشي داك الريسي نو، ماشي موعد غادي تامبريميوه من السيت ديال بيلس، لا ريسي ديال باريد كاش، مرغم يكون عندك ريسي ديال باريد كاش، يعني ضروري خص يكون عندك ريسي ديال باريد كاش مكاشي اوريجين، راه الا ما كانش اوريجين ما غاديش يقبلوه لك. يعني اي واحد عنده خلص في طنجة موعد ومازال ما كان والو، يمشي يوم 22 ابريل يمشي الى الملحقه بيلس باش يريكوبيري رونديفو ديالو. هذا الشيء اللي عطاوه، الا ما بغاوش يعطيوه رونديفو يجي عندنا، واللي يجي عند وكاله من الوكالات راه كاين طرق باش نجيب لكم المواعيد ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا كنقولها وكنعاودها، الناس اللي عندهم ريوسي كاشتي ديال البريد كاش، الناس اللي كانوا عندهم مواعيد خلصوها وما استفدوش منها، ولكن الناس اللي غير قبل ب 17 مارس 2020، اللي فوق 17 مارس 2020 هزكم الماء. شي البيلس هي اللي دارته. الناس اللي عندها 17 مارس قل لتحت هادو يمكن لكم تستافدوا، الناس 17 مارس الفوق هزكم الماء، ولا ما عرفت شنو داروا معكم حتى يديروا معكم شي حاجه اخرى. بون بالناس هذا من جهه، من جهه اخرى الناس اللي عندها فيزا ديال عام، الناس اللي عندها فيزا ديال عام في طنجي راه يمكن لكم تاخذوا مواعيد.
الناس اللي عندها فيزا طونجي ديال عام يمكن عام والفوق يمكن لكم تاخذوا مواعيد. يعني حتى حنا الوكاله ديالنا ولا يعني الوكالات راه كيتكلفوا بهذه المواعيد يعني ديال الناس اللي عندهم طونجي عام. بون هذا هو اللي كان الجديد الخوت. الناس اللي بيان سور كاين الناس اللي غادي تدخل هنايا غتقول لك هذا الشيء مين كتجيبوا هذه راه ان شاء الله الرحمن الرحيم انا غادي نوريكم في سكرين شوت. بون اللي بغيت نقول لكم لابليكاسيون ديالنا اجيون ستاف دورا كاينه في البلاي ستور واللي تيليشارجها راه غادي يكون ان شاء الله غادي يكون غادي يساهم معنا في المسابقه اللي غادي نديرو. تفاصيل ديال المسابقه راه غتكون خارقه لاول مره في المغرب غتكون مسابقه حارقه اللي ظفر بموعد مميلف ان شاء الله الرحمن الرحيم. غتكون كل شهر ان شاء الله عندنا ثلاثه ديال الفائزين في سبيل الله خدموا لهم موعد مميلف ولكن غيكون واحد المشاركه مسابقه كاين شروط غادي نذكرهم يعني في فيديوهات اخرين. بقاو معنا في سكرين شوت ديال الدليل على هذا الكلام اللي قلت لكم وكان معكم اجي نستافدوا الى اللقاء. بون كما شفتوا معنا الخوت فوالا هذا هو لو سيت ديال البالاس هذا هما خوتي لي نوفيل اللي كاينين. انتما غنقرا عليكم جمله بجمله ونفكوا هاد اللغز اللي دايرين هنايا. بعدا اجي نعرفوا بعدا الناس اللي تابعه لطونجي شكون هما الناس اللي تابعين لطونجي. احنا نشوفوا بعدا الناس اللي تابعين لطونجي طونجي وما ادراك ما طونجي. افوالا ناس طنجه اصيله تغرمت انجرة قصر صغير كنقولها وكنعاودها الناس اللي عندهم ديجا فيزا ديال عام راه المواعيد متواجده عندنا وعند الوكالات ولله الحمد. والناس اللي كانت ما عندها يعني كان عندها موعد وخلصاتو في البريد كاش راه خصها تقدم لهذا السونتر ديال انا غادي نوريكم فوالا غادي نعاودو ندخلوا لهنا باش نقراو داكشي عليكم. غادي نمشيو في 22 ابريل غادي يمشيو فوالا 22 ابريل باش ياخذوا الموعد ديالهم. في حاله ما مشاوش وما خداوش الموعد ديالهم راه حنايا والوكالات يمكننا ناخذ لكم مواعيد بطرق اخرى. فوالا تو لي كونديدا كي فياندرون او سونتر رونديفو دو فيزا ا بارتير 22 افريل دواف ابورتي لو ريسي اوريجينال دو باريد بانك دو لور بايمون بري بيي كيلز اون افيكسيي 2020. الوغ الناس كاع اللي غادي يجيو للسونتر ديال دوموند دو فيزا هو البالاس الله يهديك ابارتير 22 ابريل خصهم يجيبوا معهم الريسي اوريجينال ديال البريد كاش هادي فهمناها. الا جبتي كوبي ما مقبولاش الا ما جبتيش الريسي اوريجين راه بلا ما تجي راه ما غاديش يقبلوا لك. هذا من جهه. من جهه اخرى تولي كونديدا ريبوندو كريتير دان فيزا شينغن دان نو سون تابلي ريسيفرون ان كوري الكتري بور لو كونسولا جينيرال ديسباني. فوالا الناس اللي عندهم فيزا ديال العام تا هما ممكن يدفعوا. خصكم تشدوا موعد بطريقه من الطرق يعني خصكم تشدوا موعد عاد باش تمشيو ولا هما يصيفطوا لكم موعد. بون اللي ما قدرش يشد موعد راه حنا كناخذوا هاد المواعيد. طريقه اخذ المواعيد اخوتي ديال طونجي راه غادي نوريها لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني كما ورينا لكم يعني في اول الفيديو. البالاس n'attribuera pas de rendez-vous aux candidats qui ont effectué leur nomination après يعني تجوره واضحه قال لك البالاس ما كتعطيش ما غاديش تريتي لي رونديفو اللي من بعد 17 مارس 2020 هذه تفهمنا عليها. فوالا لا نون بريزونطاسيون على داتي لور دو رونديفو تي لانولاسيون اوتوماتيك دو رونديفو. اللي ما شوف دابا هما مثلا انت مشيتي عطوك موعد ماشي زعما داك الموعد تقول لهم لا ما بغيتوش ولا غيفرضوا عليك موعد ما الا ما بغيتيش ما يرجع لك لا خلاص لا والو ما تعاودش تدفع. Le demandeur devra à nouveau demander un nouveau visa. يعني بحال كيقول لك هنا هادو ما فيهمش تجديد. هادي يعني ماشي تقول كان عندي دوسي في 2020 كنت خدام دابا ما بقيتش خدام لا. يعني خصك تعاود تدفع من جديد ماشي زعما تقول لا كان عندي دوسي ودابا ما بقاش عندي دوسي. ما غاديش يعقلوا عليك راه خصك داك الشيء جديد. بون الناس اللي بغات نخدموا من بعد ما تاخذوا المواعيد الا كنتوا باغيين نخدموا لكم ملفات مرحبا. راه حنا يمكن ناخذ لكم ملفات يعني نخدموا لكم ملفات بكل حرفيه ينيغا اوكان يا المهم هذا الشيء اللي كاين الخوت. اذا شنو كنستدجو من هنايا الخوت؟ بون الناس اللي عندها الباسبور بدلاتو اللي كان عندها اللي كانت شاده موعد باسبور ودابا عندها باسبور اخر ماشي مشكل غديو معكم باسبور الاخر غديو معكم يعني هذا الباسبور يعني ديو معكم فوتوكوبي ديال الباسبور القديم مع الباسبور الجديد ما كان حتى شي مشكل. وهذا هذا الشيء راه شوف الخوت راه الا مشيتو عطاكم رونديفو الا مشيتو
وعطاوكم موعد وما بغيتوش تدفعوا فيه اكلاكم بوبي، ما غادي رومبورسيوكم، ما غادي يعقلوا عليكم، سير تتحل السياحه. والحاضر يعلم الغايب، ولاول مره في قناه اجيو استافدوا كاين الجديد الحمد لله السباقين المعلومه بفضل يعني جميع المكونات لا من اصدقاء ومن هذوك. وكنشكركم بزاف على المتابعه، انا سعيد جدا يعني بهذا الخبر، نتمنى يعطوكم مواعيد ونتمنى يعني تخدموا الملفات ديالكم بكل حرفيه. انا غادي في اول فيديو غادي نوريكم كيفاش ديروا طلب اللي بغاو ناخذوا له موعد ولا اللي بغا نخدموا له ملف، سواء كان اجير سواء كيبريباري راسو. بون لو بروغرام دو فواياج ان شاء الله الرحمن الرحيم ديروا في لو مواناف شحال ما بعتو مزيان، والله يوفقكم والله يسر الامور. كان معكم اجيو استافدوا، رمضانكم كريم، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.